على وقع الكوميديا الساخرة والهادفة أيضا لفرقة المنشار بقيادة المبدع سليم مجاهد، اختتمت فعالية أسبوع الضحك بمدينة لوسيكادا، والذي كان فرصة للجماهير السكيكدية لأخذ قسط من الراحة مع فنانين قدموا من داخل وخارج الوطن. الطبعة الأولى كنت خدمتها أنا، كان جاء معايا أمين عبد الله، كنت معروض وحدي بصح لا انا مانيش في الفنان اللي انا اللي نحب، انا توجور نجيب لهم الجديد. جبت امين، وهذا المره جبت معايا ها بردي ها ولا، والمفاجاه راهي تحتها. قصر الثقافة والفنون لولاية سكيكدا صاحب هذه التظاهرة يعد الجماهير بالكثير. فوتنا سمانة أسبوع ضحك رائع جدا، كانت خاصة حضور فنانين معروفين مميزين على رأسهم الفاهم الذي يحلم الجميع بلقائه وحرودي، طبعا استمتعنا كثيرا معهم، إضافة إلى فرق محلية سكيكدية غير معروفة، لكن استمتعنا أيضا. واليوم في مسك الختام مع فريق مع سليم ألك، قمنا بتنظيم هذا المهرجان تلبية لرغبة الجمهور السكيكدي متعطش للضحك والاستمتاع. على الرغم من أن التظاهر عرفت دخول قرار العمل بالتحصيل المالي في المجال الثقافي، إلا أنها لاقت إقبالا جماهيريا لافتا يشجع القائمين على الحقل الثقافي على المواصلة.